رسالة نوجهها لأختنا المسلمة التي تؤم هذا البيت لتصلي فيه، فهي على خير وأجر عظيم، لكن عليها أن تحرص أن تتأدب بآداب الحرم بحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال، وأن تصلي في الأماكن المخصصة للنساء في أواخر صفوف الحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، أي متبذلات غير متعطرات ولا متبرجات بزينة، لأنها تريد العبادة وتريد أن تؤدي الطاعة على ما شرع الله سبحانه وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك